راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 26 يونيو للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار وحديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. نزوح أكثر من 31 ألف شخص من معسكر سورتاني بشمال دارفور جراء الأحداث الأخيرة، ووالي الولاية يكشف عن هدوء الأوضاع في المعسكر. إصابة 5 نازحين في كبكابية بولاية شمال دارفور برصاص مسلحين، واستقرار الأوضاع في محلية قدير بجنوب كردفان. تسجيل 90 حالة إصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير في بورسودان، وتوصية بتمديد الطوارئ الصحية في الولاية لمدة أسبوع. حمدوك يعين ياسر عرمان مستشارا سياسيا، ومواطنو صواردة بالشمالية يطالبون بتنفيذ قرار ترحيل سوق التعدين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت حكومة شمال دارفور عن نزوح 31,074 شخص من معسكر سورتاني بمحلية كبكابية في ولاية شمال دارفور جراء الأحداث الأخيرة، ودعا والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن لدى اجتماعه يوم السبت الماضي بأمانة الحكومة مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالإقليم والمنظمات الغير حكومية، دعا المنظمات للتدخل العاجل وتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية الشاملة للنازحين المتضررين من أحداث معسكر سورتاني. وأكد المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدارفور توبي هارت جاهزية كافة المنظمات والوكالات لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، وذلك بالتنسيق مع حكومة الولاية من أجل تحسين وضع النازحين داخل المعسكر. وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية خليل موسى في تصريحات صحفية أن والي شمال دارفور أكد للمنظمات استقرار وهدوء الأوضاع بمعسكر سورتاني، وأن هنالك إصرار كبير من كافة الجهات لعودة الحياة إلى طبيعتها في المعسكر. قالت هيئة محامي دارفور إن استمرار الهجوم المسلح على معسكر سورتاني بولاية شمال دارفور كرس لظاهرة الفوضى والاستهتار بالقانون وضعف هيبة الدولة، وأوضحت أن انتشار السلاح أدى إلى المزيد من انتشار ظاهرة القتل الجزافي وثقافة الإفلات من العقاب، وطالبت الهيئة بالإسراع في نزع السلاح من جميع الأطراف والمجموعات ومن دون إبطاء وحصره لدى القوات النظامية وبضوابط صارمة، وشددت على ملاحقة جميع مرتكبي جرائم القتل والترويع خاصة بشمال جبل مرة ومعسكر سورتاني وتقديمهم للعدالة، كما أكدت ضرورة كفالة الحماية وتدابير السلامة للنازحين والمدنيين خاصة بمناطق جبل مرة وما حوله. وناشدت الهيئة منظمات العون الإنساني بتقديم الدعم والمساعدة للنازحين المتأثرين بالانتهاكات وبأعجل مما يتيسر. من جهة أخرى وجه أبناء معسكر سورتاني للنازحين في الخرطوم دعوة لموكب يوم غد الثلاثاء بالخرطوم من صينية القندول إلى مجلس الوزراء لتسليم مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة العدل حول أحداث سورتاني. أصيب 5 نازحين جراء إطلاق النار في مزارع تبعد 3 كيلومترات من مدينة كبكابية يوم السبت بواسطة مسلحين. وقالت منسقية معسكرات النازحين واللاجئين بولاية شمال دارفور إن قوة مسلحة تستغل 5 عربات هاجمت مزارع النازحين وأطلقت أعيرة نارية كثيفة في الهواء، وأشار إلى إصابة كل من إسماعيل إدريس آدم عمره 51 سنة، ومريم حسن أحمد وعمره 40 سنة، ونعم إسماعيل إدريس وعمره 30 سنة، وحواء إسماعيل إدريس عمره 22 سنة، وحليمة إسماعيل إدريس وعمره 12 سنة. وأشار إلى فتح بلاغ في شرطة محلية كبكابية
من جهة أخرى توفي أحد أفراد الشرطة وأصيب مدير شرطة محلية كبكابية العقيد آدم أمين إسماعيل بجروح إثر انقلاب سيارتهم القادمة من الفاشر إلى المالحة قرب منطقة مدو بولاية الشمال دارفور. أوصت الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا بولاية البحر الأحمر بتمديد الطوارئ الصحية لمدة أسبوع آخر مع التجديد على الاشتراطات الصحية والاحترازية وإصدار أمر محلي بالغرامات للمخالفين. واتخذت السلطات قرار بإغلاق جزئي لسوق بورسودان لمدة 3 أيام تنتهي اليوم 2/26 وذلك للتعقيم، كما واصلت السلطات إغلاق المساجد، كما أوصت الغرفة بتنظيم حملات توعوية لرفع الوعي والتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كوفيد 19 وتفعيل الزيارات لمحليات الولاية ولا سيما محلية السنكات والمعابر خلال الأسبوعين القادمين ودعم مراكز العزل بخبراء في خدمات علاج مركز العزل. وأضاف الدكتور طه بدوي مقرر اللجنة العليا للطوارئ الصحية في هذا الخصوص: أنا أؤكد على 3 أشياء مهمة. أن نحن يا جماعة في اتجاه الاشتراطات، وهذه الاشتراطات الصحية حنشدد عليها. التجربة الآن قدامنا كانت 14 يوم، تم تغييرها، حنمشي ثاني إن شاء الله بصدور قرار إلى 7 أيام. صحيح أن الوضع فيه تحسن نوعي، ولكن هذا لا يخفي نحن نعول على الجهاز العلاجي بكل تفاصيله على أنه الرسالة يا جماعة لازم تصل إلى كل بيت إلى كل موقع. نحن يا جماعة في ولاية البحر الأحمر دي خلينا نشوف الناس كلهم عندهم معلومات عن الكورونا. قالت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر إنها بصدد دراسة قرار يمنع دفن الموتى إطلاقا على مستوى الولاية ما لم يتم تغصي أسباب الوفاة بالتنسيق مع لجان الأحياء وأخذ العينات التشخيصية وإرسال للمعمل أو من خلال استبيان تغصي أسباب الوفاة. وأكدت وزارة الصحة الاتحادية عدم دقة التقارير الوبائية من بورسودان بسبب تحويل المنازل إلى غرف للعزل من قبل المواطنين وبعض الكوادر الصحية وعدم تبليغ الوبائيات، ونوهت في بيان لها إلى إبقاء المرضى بالمنزل حتى تدهور وضعهم الصحي قبل إحضارهم للمستشفى أو وفاتهم إثر التكتم على وضعهم الصحي، وأشارت إلى دفن المرضى دون عرضهم على السلطات الصحية. وقالت إنها رصدت عبر لجان المقابر زيادة في المعدل الطبيعي للوفاة، موضحة إنها تقوم على تغصي أسباب ومدى علاقتها بتفشي وباء كورونا، وأوضحت أن الولاية تعاني من شح في الكوادر. ونفى الدكتور علم الهدى مدير إدارة المحاجر بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي في بورسودان أن تكون الباخرة الهندية سبب انتشار الموجة الحالية من الوباء، موضحة أن التجمعات هي السبب الأساسي في تفشي الوباء، مشيرا إلى اتجاه للإغلاق الشامل للبحر الأحمر في حال استمرار الوباء. وأضاف الدكتور علم الهدى أبو كليب في هذا الخصوص: جماعة نحن فعلا بنواجه خطر، لكن الخطر ده محتاج وقفة الناس كلهم. شفتوا الحكومة والشعب وإدارة أهلية كلنا نقيف عشان ما نجي نقعد نفتش أسباب نقول يا أخي إنه هي يعني دائما نحن بنفتش عن مبررات. واحدين يجي يقول لك يا أخي والله السبب بتاع الوباء بتاع بورسودان ده الباخرة الهندية، ما في كلام زي ده. أنا مدير المحاجر القومي، حسب قوانين في حاجة اسمها القوانين الصحية الدولية، أي باخرة تجي من أصلا السكر ده من زمان إحنا قاعدين نجيبه من الهند. لما يجي من الهند الباخرة دي نوقفها 14 يوم في البحر حتى بعد بيدخلوا يفرغوا، فلا يخشوا مدينة بورسودان بعد ذلك يرجعوا. أي مدينة من تغيض اللوائح الصحية الدولية ما في ولا باخرة، ده كله كلام سايق. صح الظرف الاجتماعي والسياسي والتعقيدات في الفترة الفاتتة المعروفة في البحر الأحمر هي ممكن تكون واحدة من الأسباب الأساسية في أنه يا أخي ساهمت في انتشار المرض، نكون واضحين. كشفت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عن تسجيل 90 حالة إصابة بكورونا في الأسبوع الأخير حتى 22 يوليو، بينما بلغ عدد الإصابات في الأسبوع الذي سبقه 166 حالة. وقال الزعفران الزاكي مدير قطاع الصحة بالولاية إنه بحسب إحصائيات مقابر السكة حديد فإن عدد الوفيات خلال شهر يوليو بلغ 627 بزيادة نحو 200% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت أن الوزارة بصدد التعرف على أسباب الوفاة، ووصفت الموجة الحالية من كورونا بأنها أكثر شراسة وفترة حضانتها قصيرة، وقالت إنها شملت عدد كبير من حالات الإصابة وسط فئات عمرية تتراوح بين 25 إلى 45 سنة، وكشفت عن تسجيل إصابات وسط الأعمار أقل من 15 سنة وأخرى تتراوح بين 15 إلى 25، مع تسجيل حالة إصابة للطفل عمره أقل من سنتين، وكشفت عن إصابة 4 من الحاصلين على التطعيم أحدهم حصل على جرعتين، منوهة إلى إصابتهم بأمراض تعمل على خفض المناعة. وأوضحت أن عدد الوفيات في مراكز العزل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بلغ 42 حالة وفاة، بينما بلغت الدخولات 347 حالة. وأضافت الدكتورة زعفران الزاكي في هذا الخصوص: وزارة الصحة بعد التحري الدقيق عن أسباب الوفيات في الفترة السابقة، تقريبا تمكننا من حصر الوفيات عبر دفتر حوالي المقابر في سيك حديد. الغرض من الحاجة دي احنا كنا دارين نعرف انه النسبة بتاعت الوفيات الحقيقية ومقارنتها في نفس العام في نفس الشهر من العام السابق، يعني هل في زيادة في الوفيات. الحاجة الثانية الناس دارت تعرف انه يعني هل في أمراض أخرى يمكن تكون تؤدي للوفاة، واللي هي مثلا في عين الكوميك فقط. المتوسط بتاع الوفيات في شهر مايو كان 227، في شهر يوليو كان 318، يونيو واليو اس احنا عاملين فيه المقارنة تقريبا السنة اللي فاتت كان 271 والسنة دي 627، يعني في زيادة في الوفيات. نظم العاملون في الميناء الجنوبي ببورسودان يوم أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مكاتب إدارة السلام المهنية بالميناء بعد وفاة 2 من العمال متأثرين بإصابتهم بكورونا وإصابة عدد من عمالهم، ورهن العمال مباشرتهم العمل بتعقيم السفن القادمة ومنع طاقمة من التجوال بالأرصفة وحظيرة الميناء، كما طالبوا بتوفير الكمامات والمعقمات بجانب عمل حملات توعوية والتجديد على الإجراءات الاحترازية. وأوضحوا أن عدد من العمال يتلقون الرعاية بمركز العزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وطالب أحد العاملين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية: فأمين في 14,000 وفما يزيد، محافظتك على العمال والموظفين بتأثر إيجابا للولاية عامة، لأنه كل الناس شغالة في الهيئة، يعني توفر لهم كماما، توفر لهم معقم، توفر لهم أدوات السلامة، تعقيم في المكاتب، في الإيريات، في الآلات، في حتى البابور ده نبني يجيب لهم ما يتعقم وكل ما يبدأ سهول نهاية. الحاجة الثانية ده هنا الوسيلة لوزارة الصحة أو وزارة الموانئ البحرية إنه التعقيم اللقاح الموجود في المراكز وغيره، أن إحنا بنناشد من هنا إنه يجي في إداراتنا، عندنا مراكز صحية وعندنا غيره، عندنا مراكز صحية تجيبوا لنا اللقاح ده التطعيم ده في محلاتنا. انت لما تكون غطيت 14,000 عامل في المينة تلقائيا انت يعني 90% تكون حافظت على الناس وعلى المدينة وعلى الولاية. فدينا نحن عشان نوصل الرسائل دي، فما تخلوا الناس كل مرة نضطر انه نجي نجيب ونوصل صوتنا، فانتوا المفروض تتحركوا قبلنا وتصبغونا بخطوة. يعني لو في اي عائق واقف لكم كان من الإدارة، إحنا نعرف إنه الإدارة الأم برضو الكبيرة هنا في مبصرة، ما بس يعني الإدارة السلامة في الميناء الجنوبي، كلنا دارين الناس دي تكون سليمة ومعافية. ده بيزيد من الإنتاج، بيزيد من الاقتصاد، بيزيد من استمرارية العمل، ونتمنى إنه من وقفتنا دي قبل ما الناس دي تتخرج تبدأ الإجراءات سريعة، إنه الناس دي توفر لنا كمامات، كمامتين ثلاثة، مش كمامة واحدة تأخذ يومين وتنتهي تاني نجي نطالب. دعت اللجنة السودانية لحماية البيئة بالولاية الشمالية كافة القوى الحية ومنظمات المجتمع المدني بصواردة بالتوحد من أجل تنفيذ القرار الولائي رقم 6 القاضي بتجفيف وترحيل سوق صواردة للتعدين العشوائي وتفكيك ونقل مصنع الشركة الدولية. وقال وائل حسن عضو اللجنة السداسية لراديو دبنجا إن القرار الولائي حدد ترحيل سوق التعدين وتفكيك المصنع التابع للشركة الدولية في مدة أقصاها 20 أغسطس المقبل،
وأوضح وائل أن هنالك تلكؤ من قبل الشركة الدولية في تنفيذ القرار، مشير إلى عدم حضور مندوب الشركة لاستلام الرسم الكروكي للموقع الجديد على حسب الاتفاق المبرم بين اللجنة السداسية والشركة. وناشدت اللجنة أبناء وبنات القرى الستة والقوة النوبية الحية والأجسام المطلبية عامة بالتوحد والعمل بشكل جماعي من أجل تنفيذ القرار الأولائي رقم 6 لترحيل سوق صواردة للتعدين ومصنع الشركة الدولية. تبدأ اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة قتلة الشهيد محجوب التاج بقاعة محكمة الديم شرق جوار نادي العالمين في تمام الساعة 9 صباحا، ويمثل أمام المحكمة عدد من الضباط والجنود المتهمين باعتقال وضرب الطالب بكلية الطب في جامعة الرازي محجوب التاج يوم 24 يناير للعام 2019 مما أدى لوفاته، حيث قامت السلطات الأمنية باعتقال الشهيد محجوب أثناء حمايته لعدد من الطالبات من الاعتداء بواسطة السلطات وضربه حتى الموت. كشفت لجان المقاومة في مقابر الفاو بولاية القضارف عن انهيار ما يقارب 120 منزل بمربع 20 بالكامل وبعض المباني في القرية 16 والقرية 14 وحاج السيد والخدمات جراء السيول التي ضربت المدينة الأسبوع الماضي. وقالت في بيان لها إن السيول أدت إلى تشريد حوالي 400 أسرة بجانب خسائر نقدية غير محصورة وخسائر عينية بسوق الفاو، وتوقعت استمرار هطول الأمطار وتزايد معدلات السيول من البطانة وجبل حريرة. وقالت إن الاحتياجات تتمثل في الخيام والمشمعات وأمصال الثعابين والعقارب بجانب توفير مضادات حيوية ومواد غذائية. نظمت كتلة المجتمع المدني وبمشاركة تنسيقية الكوادر الصحية ولجان المقاومة في نيالة صباح أمس الأحد وقفة احتجاجية تضامنية في نيالة للمطالبة بحل أزمة مستشفى نيالة التخصصي المستمرة منذ نحو شهر. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تندد بتغاعس سلطات حكومة جنوب دارفور عن حل أزمة المستشفى التخصصي، وطالبت الوقفة حكومة الولاية بالإسراع للاستجابة لمطالب الأطباء المتمثلة إلغاء قرار نقل المدير المالي للمستشفى دون إخطار إدارة المستشفى. ووصفت اللجنة التسييرية لاتحاد أطباء السودان قضية أطباء القضارف بالعادلة، مؤكدة أن إصرارهم على تغيير إدارة الوزارة الحالية ينبع من حرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية بالولاية. واتهمت اللجنة التسييرية في بيان لها حكومة الولاية عبر مكتب الإعلامي بالتسييس القضية، وهي أصلا قضية مهنية بحتة، مؤكدة على رغبتهم في تقديم تنازلات من أجل مصلحة المريض ووصولا لحلول مرضية. وأوضحت أن قيادة الأطباء بالقضارف أمهلت حكومة الولاية أسبوعين لتقديم الحلول، التزم خلال أطباء القضارف بتقديم الخدمات بالطوارئ تنتهي بتاريخ الخميس 29 يوليو 2021، إضافة إلى التزامهم بتغطية الخدمات الطبية عبر مستشفى الشرطة ومستشفى السلاح الطبي. وقالت إن الوفد المشترك من اللجنة التسييرية والمكتب الموحد بالقضارف يلتقي الأحد بوزير الصحة الاتحادي لوضع تصور متكامل للحلول لهذا المشكل والخروج برؤية تنزع فتيل الاشتعال، محذرة بأن تسنامي صحة القضارف سيدمر كل الصحة في السودان. أكدت مفوضة العون الإنساني بولاية جنوب كردفان الأستاذة راوية كمال استقرار الأوضاع الإنسانية لمواطني محلية قدير بالمنطقة الشرقية للولاية التي شهدت أحداث عنف وغتال قبلي خلال الأسابيع الماضية. وكشفت راوي عن تقديم مساعدات إنسانية احتوت على مواد غذائية وإيواء وأدوية ل 2597 أسرة متأثرة بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضيتي العون الإنساني الاتحادية بجانب دعم حكومة الولاية، ذلك بعد إجراء مسوحات استهدفت 23 قرية حول محلية قدير إضافة إلى النازحين بمحلية أبو جبيها. قالت المفوضة إن إدارتها نقلت كافة أنشطتها وأعمالها للمنطقة الشرقية، ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية، مؤكدة متابعة المستمرة للوضع الإنساني هناك
من أجل الإسراع في إجراء التدخلات المطلوبة في الأوقات المناسبة. قال المكتب السياسي الصحفي للشرطة إن الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تمكنت من تحرير 26 من ضحايا الإتجار بالبشر من بين فتاة بولاية القضارف، وأوضحت إن فريق ميداني متخصص من مباحث القضارف فرعية القضارف تمكن من تفكيك شبكة إجرامية في مجال تهريب المهاجرين والإتجار بهم وتحرير عدد 26 من رعايا دولة مجاورة ضمنهم فتاة، وذلك بمدخل مدينة القضارف في حوالي الساعة 3 صباحا يستغلون مركبة هايس. وأشار إلى القبض على عدد 3 متهمين متورطين في الجريمة واقتيادهم إلى دائرة الاختصاص واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الاختصاص، وما زالت التحريات مستمرة لكشف أبعاد المخطط الإجرامي. الخبر الأخير في النشرة: رئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك يصدر قرار بإعفاء الطاهر عبد القيوم إبراهيم من منصب المراجع العام وتكليف فخر الدين عبد الرحمن بتسيير مهام المراجع العام. كما أصدر حمدوك قرار بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء، وشمل القرار تعيين ياسر عرمان مستشارا سياسيا وتعيين عشة حمد محمد مستشار لشؤون النوع الاجتماعي وتعيين علي جماع عبد الله مستشارا للحوكمة والإصلاح المؤسسي وحسان نصر الله علي كرار مستشارا للسلام. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، لكم تحياتي وتحايا الزملاء، والآن ندعوكم لمواصلة فقرات برامجنا لهذا اليوم.